جوهرة اف ام. اليوم استضفنا صغيرات نتاع سميمة، هما في ضيافة سوسة، دونك احنا استضفناهم في البحر هذا باش الصغار يجيو ويتفرهدوا، هما يظلي اول مرة يشوفوا البحر الصغيرات، دونك حضرنا لهم هدايا ملابس نتاع البحر وباش العبيد جات اذا باش تشاركهم فرحتهم. دونك هذه هي جمعية فاميليا. اللي ما يعرفش جمعية فاميليا شنو تنجم تقولوا عليها الجمعية؟ هي جمعية خيرية تتلهي الاكثر بالنساء والصغار في جميع المجالات، تدخل في جميع المجالات وقت اللي لازم التدخل. محمد هو رئيس جمعية أحلام الطفولة اللي نسقت عملك ببرشا في القصرين. في القصرين بطبيعة متواجد جبل سمامة، أكيد الناس كل تسمع عليه. اللي كانت نسقت في عمل كبير برشا من جمعية فاميليا اللي زارتنا في أكثر من مرة، والحقيقة تفاعلت إيجابا مع مشروع أطفال الجبل. احنا اليوم موجودين بحذا فاميليا بحذا مدينة سوسة وشباب سوسة اللي استقبلونا الاستقبال الجيد والحسن، واللي قاعدين عاملين جو مع الصغيرات ولا الشط. هم تبارك الله عليهم الصغيرات، شفناهم يجيو هنا بحذانا، الولاد يجيو بحذانا، شفناهم شيخين عاملين جو واغاني وطنيه كانوا يغنيو فيها. ربما اليوم حدث تاريخي للصغيرات ومومو انيبليابل، صرتوا اول مره هما باش يشوفوا البحر الصغيرات، دونك فرحانين وعاملين جو. هذول البارح ما رقدوش. انا مهرجان والاختتام تاعو بالتنسيق مع فاميليا المهرجان الليلي اطفال جبل، البارح عملنا الاختتام تاعو، اول يوم رحله للبحر. صغيرات ما رقدوش، البارح اللي كانوا يستناو في المومو وقت يشوفوا البحر ويشوفوا الجو والامبيونس هذه. Yeah.